من النادر في الوسط الفني لما يكون في قصة حب بين اتنين نجوم وما يحصلش جواز، ورغم كده يطلعوا يتكلموا عنها أو حتى يلمحوا أنها حصلت. دايماً بيخافوا على شكلهم وعلى جمهورهم، خصوصاً أن مفيش جواز حصل. لكن قصة حب فاروق الفيشاوي وليلى علوي كسرت كل الحدود دي. الاتنين طلعوا اتكلموا عنها قدام الناس، مرة بالإنكار ومرة بكلام كله علامات مش أكتر، وفي الآخر قالوا الحقيقة قدام كل الجمهور. فاروق الفيشاوي كان فنان محبوب جداً وبالذات من المعجبات، سواء داخل الوسط أو براه. كان بيتقال إن ليه علاقات كتيرة، وده حتى كلام مراته سمية الألفي، لكن هي واحدة بس اللي كانت دايماً بيتكلم عليها، وهي ليلى علوي. وفي مرة وهو مع محمود سعد قال له أنا ما حبيتش في حياتي غير واحدة بس، ولما سأله هي مين قال له مش هقدر أقول. ولما هجمه محمود سعد وقال له إن هو كده بينصب على كل اللي عرفهم، وإن كل واحدة هتفتكر نفسها هي الست دي، قال له لا سهلة، اللي قصدي عليها فنانة وما اتجوزناش كمان. في نفس الوقت وبعد اللقاء ده حصل لقاء تاني بين ليلى علوي ومحمود سعد. لما قال لها اللي حصل ولمح لها إنه كان يقصدها هي، قالت له ده كذاب. وفجأة وبدون مقدمات بدأت تهاجم فاروق الفيشاوي وتقول محدش يصدقه. وفي لحظة ما بقتش زميلة بتتكلم عن زميلها، وبقت ست مجروحة أو متضايقة من الراجل اللي بتحبه. لما بقى زود الإعلامي في الموضوع زعقت معاه وتوترت وقالت له مش عايزة أتكلم في الموضوع ده، وأنا هبقى أسأله يقصد مين. علشان العلاقة تكمل في مشاكلها وأزمتها، طلع بعدها بفترة كبيرة فاروق الفيشاوي وتسأل عن ليلى علوي. قال علني خلاص إن ليلى حب حياته وأجمل ست شافها في حياته، وندمان إنه ما تجوزهاش. وبدأ يكشف عن أسرار حبه لدرجة إنه قال عرضت عليها الجواز ومستعد أقعد تحت رجليها طول العمر، بس هي توافق تكون مراتي. فتسبب التصريح ده في أزمة كبيرة، لأنه لما قال كده كانت ليلى علوي متجوزة من رجل أعمال كبير ومن عيلة كبيرة في مصر، وهو منصور الجمال. والمشاكل ما وقفتش هنا، لأن فاروق هو كمان في الفترة دي كان متجوز الفنانة سمية الألفي ومخلف منها ابنه أحمد كمان. حصلت بينهم مشاكل بسبب كلامه عن ليلى، ده طبعا خلى سمية تكره ليلى علوي حتى بعد ما رحل جوزها. الحبيب العاشق فاروق الفيشاوي اتكلم عنها تاني بعد سنين في برنامج، وقال إنه سبق وعمل معاها مسرحية، ووقتها عبر لها عن حبه اللي لسه موجود. قال ان كان في مشروع جواز بينهم لكن للأسف ما اكتملش، لكن هتفضل في نظره اعظم ست شافها في حياته واحسن بنوتة في العالم كله، وعلشان دي ليلى فهو بيعتبرها واحدة من عيلته. في وقت ما كان الفيشاوي دايما بيتسأل عنها ودايما بيقول انه بيحبها، هي كانت دايما بتتجاهل الموضوع ده قدام الاعلام، ولما بتتسأل عنه كانت بتقول انه جدع جدا وهي بتحبه كصديق ونفسها تشتغل معاه، لكن على مستوى الحب ما عندهاش تعليق تقوله. وبعد ما الجمهور فقد الامل انه يسمع اي تفصيلة من ليلى، اتفاجئ انها بتتكلم عن الموضوع لاول مرة، وكمان بتعترف بحبها لفاروق الفيشاوي. قالت ان الكلام اللي قاله فاروق عنها كان حقيقي، ولكن كان قبل ما تتجوز، وفعلا اتقدم علشان يتجوزها وهي كانت موافقة جدا، لكن والدتها رفضت بسبب سمعته المعروفة بانه شقي وليه مواقف كتير تخوفها، فبقى بالنسبة لها اخ وصديق عيلة مقرب جدا. فضل الموضوع متعلق كده طبعا وما حصلش اي جواز، لكن فضلت المشاكل مكملة. لما رحل النجم الكبير فاروق الفيشاوي عن عالمنا، راحت طبعا ليلى علوي علشان تعزي مراته سمية الألفي، فقابلتها مقابلة سيئة شوية، وكانت الناس اتكلمت على طريقة تعاملها معاها، علشان كله يعرف ان سمية الألفي لسه شايلة في قلبها الموضوع لدرجة انها ما كانتش عايزة تسلم عليها.